بمناسبة بداية الشهر المريمي، خصص برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة بعنوان مفاعيل أسرار الوردية، حيث مع انطلاق الشهر المريمي تكثر التقويات المريمية وأهمها صلاة المسبحة الوردية والتي تشمل أسرارها ركناً أساسياً للتأمل في الإنجيل المقدس. فقد أغنى ضيوف الحلقة الموضوع من عدة جوانب، إذ تطرق الأباء الأجلاء لممارسة تلاوة المسبحة الوردية وكذلك الأخوات الراهبات الفاضلات. فإلى هناك أبونا تحدثنا، وأنت من يعني اللي بعرفه أنك أنت مخلص لمريم العذراء وصلاة المسبحة الوردية مريم العذراء، وأيضا تتكلم بكل فخر عن مريم العذراء. فتحكينا عن روحانية المسبحة الوردية وروحانية الشهر الوردي شهر المريمي وأصول المسبحة الوردية إن شاء الله. على كل حال فعلا أنا بالنسبة لي أسعد الأوقات عندما أتكلم عن سيدة مريم العذراء ومع سيدة مريم العذراء. نعم. وأكثر شيء بكرم سيدة مريم العذراء هو صلاة السلام عليك يا مريم، اللي هي أهم صلاة بعد صلاة الأبانة، وطبعا صلاة السلام وبالأخص صلاة المسبحة الوردي. حديث اليوم راح يكون في نقطتين، النقطة الأولى مصدر الوردية وتنسيقها، والنقطة الثانية روحانية الوردية. نعم. النقطة الأولى عن مصدر كيف بدأت المسبحة وكيف وصلنا إلى في وضعها الحالي. كان المسيحيون في القرون الأولى يعدون صلواتهم وركعاتهم وسائر أعمالهم التقوية، فيستعملون لذلك إحدى الطريقتين، إما يضعون كمية معروفة من الحجارة الصغيرة في جيبهم وينقلونها بالتتابع إلى الجيب الآخر، وإما يمسكون حبلا معقدا بعقد معدودة فيعدون الصلوات مع العقد. من جهة أخرى، لما تأسست الأديرة والرهبانات من القرن الرابع وصاعدا، كان الرهبان يصلون الفرض مشتركين، وكان هذا الفرض مقصورا على تلاوة الصلاة الربية والسلام الملائكي وترتيل مزامير، فالبالغ عددها 150 مزمور. وفي مطلع القرن الثالث عشر أسس القديس دومينيك عبد الأحد رهبنته المعروفة باسم الدومينيكان، وكان من المكرمين للعذراء مريم، وكان عميق التفكير واسع الاطلاع، فأخذ هذه الحبلة المستعملة منذ 100 سنة تقريبا ونسقها وأضاف إليه بعض التأملات معتمدا على الأسرار الإلهية الثلاثة وعلى مشاركة العذراء في سر الخلاص البشري. النقطة الثانية روحانية الوردية. لقد سمى قداسة البابا بيوس الثاني عشر الوردية خلاصة الإنجيل كله، لأنها تضم تاريخ الخلاص في الله من تجسد الكلمة إلى الصعود والعنصرة والانتقال، كما أن المسبحة تبين أيضا دور العذراء في مسيرة الخلاص. يقول البابا يوحنا بولس الثاني: تصلنا بالمسيح من خلال قلب مريم أمه مريم، ويناشدنا قائلا: إني أشجعكم على صلاة الوردية، فهي انغماس في أسرار المسيح، التجسد والألام والفصح، ويتقدم لنا في مريم المثال الأكمل لتقبل أقوال المسيح وعماله الخلاصية كما ولحفظها والعيش بموجبها. الوردية والتأمل. صلاة الوردية بدون تأمل في السر المذكور، مكان، ظروف، أبعاد خلاصية، جسم بلا روح، على سيدة مريم العذراء التي يقول عنها الإنجيل المقدس: كانت تتأمل في قلبها في أسرار والكلمات الرب، وإلا نكون كالوثنيين الذين يتوهمون أنهم لكثرة كلامهم يستجاب لهم. سرفات، نحن اتصلنا اليوم نحكي عن روحانية صلاة الوردية، وأنتم رهبنة الوردية المقدسة، فتخبرينا عن هذه الصلاة وعن هذه الروحانية، روحانية الرهبنة، تفضلي. مثل ما تفضلتي حضرتك قبل بانطلاق الشهر المريمي، تكثر التقويات المريمية وأهمها صلاة المسبحة الوردية. فبالحقيقة صلاة مسبحة الوردية يا لها من صلاة بسيطة يتلوها الجميع ويرددها بمختلف مراحل العمر من الطفولة إلى الشيخوخة، وأيضا يا لها من صلاة فاعلة تؤثر في النفس، في نفس كل من يصليها ويتأمل بأسرارها، فتقوده نحو اكتساب الفضائل ورفض الرذائل.
فالمسبحة تحرر الإنسان من قيد الخطيئة. وبالحقيقة عندما نلاحظ المؤمنين وهم يصلون الوردية لا نعلم ما يدور في قلب وعقل كل مؤمن، لكن دائما نلحظ من خلال ركوعهم، من خلال نبرة صوتهم، ومن خلال عيونهم المنحنية خشوعا والمرتفعة نحو السماء راجية فيض نعم السماء عليها. نلاحظ أنهم يقدمون أمام أمنا مريم العذراء جميع احتياجاتهم، صعوباتهم، وخاصة في أيامنا هذه وما نواجهه من مخاوف وآلام وصعوبات. وبالحقيقة الجميع، كل من يتوجه نحو مريم سيلتمس شفاعتها ويلمس استجابتها في كل الأمور التي تخص خيره وخير من يصلي لأجلهم. سر سنة، يعني هيك كيف تجدي هالمسبح الوردية كراهبة أنت؟ شو هالقوة أو هالمفاعيلها أو النعم اللي بتاخدوها من المسبح الوردية؟ صحيح صحيح. أنا بالنسبة لي رح أشارككم مشاركة شخصية، ورح أشارككم بالرهبة تبعتنا كيف إحنا منعيش هذا الشيء. نعم. فبالنسبة لي أنا زي ما أنت قلتي دكتورة باسمة، أمي نفس الشيء كانت دايما ماسكة المسبحة بإيدها وبتردد الصلاة المسبحة باستمرار، وكانت تفتح دايما النور سات تتابع المسبحة الوردية معهم. فمن طفولتي وأنا عايشة هذا الشيء. وبتذكر بدعوتي كمان من ضمن العلامات اللي ربنا بعثها لإلي، هي حلم من حلمته أنه يسوع بيقولنا لمجموعة إحنا تعالوا اتبعوني. وفعلا نتبع يسوع، هو بيمشي وإحنا بنمشي وراه، وبعد ما يختفي يسوع بلاقي هيك للعذراء بروح بصلي وبركع قدامه. ولما دخلت الدير الرهبنة يعني سبحان الله دخلت برهبنة هي بتحمل اسم مرسلات مريم، فرانسيسكان مرسلات مريم. فأنا هذا الشيء خلاني أعيش يعني دعوة فعلا خاصة ربنا دعاني إياها من طفولتي، لكملت فيها لحتى للآن بعيش هذا الشيء مع مريم العذراء. نحن الرهبنة تبعتنا منعيش تقوية مريم العذراء، بس كمان بنفس الوقت بنحمل الكاريزما، بنحمل روحانية مريم العذراء، روحانية مريمية يعني. نعم. مش بس تقوية، كمان تأملية بكل شيء بتعيشه مريم العذراء. نعم. ذكرتوا أنتوا أنه المسبحة الوردية بدون تأملات في شيء غلط ناقص، مظبوط؟ فبتأكد هذا الشيء في السر من أسرار الفرح. السر الأول لما الملاك إجا بشر مريم العذراء قالها أنك رح تكوني أم الله، هي تأكدت من صوت الله هذا وميزته منيح وقالت ها أنا أمة للرب. نحن بالرهبنة منعيش هاي النقطة، منعيش ها أنا أمة للرب، تقدمت الذات على مثال مريم العذراء.